تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت من غارات في الليل ينعكس دخانا متواصلا في النهار، كما تتواصل الضربات الإسرائيلية المكثفة على قرى وبلدات الجنوب وكذلك البقاع وبعلبك، كما لم تسلم الطريق الدولية إلى سوريا من استهداف السيارات هناك. وعكست ثقافة وكثافة الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل ترميما لمنظومة القيادة والسيطرة التي ترنحت خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعمليات إطلاق صاروخية منظمة تستخدم فيها أكثر المرابط في وقت واحد باتجاه واحد بموازاة ذلك. تجدد القتال في مناطق كان أعلن الجيش الإسرائيلي الدخول إليها وتدمير أحياء فيها، بينها محور عيت الشعب. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة 15 آخرين، 7 منهم بحال خطرة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي اعتبر أن هناك احتمالا لبلوغ نهاية الصراع مع حزب الله، وقال لقد فككنا سلسلة القيادة العليا بشكل كامل. مرحبا بكم. تم للوصول إلى نهاية صعبة للصراع مع حزب الله في لبنان، فككنا التسلسل القيادي الرفيع للحزب بشكل كامل، ولدينا إمكانية للتوصل إلى نتيجة حاسمة في الشمال. أما حول مقتل السنوار، أؤكد أنه لم يكن محض صدفة بل جاء بأمر منهجي. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لنا كل غاصي، من البقاع ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. مرحبا بكم. أبدأ من عندك محمود لأسأل عن آخر تطورات الغارات الإسرائيلية على الداخل اللبناني بما فيها البقاع. آخر هذه الغارات كانت على بلدة الزعارير، وكان قد سبقها غارة على بلدة حوش الرافقة وأدت إلى سقوط الضحية. أما الغارتان اللتان كانتا محط متابعة فهما في بلدة الحلانية وفي بلدة الخضر. في الحلانية سقط 6 ضحايا من عائلة واحدة، هم من عائلة الحلاني الذين يقطنون هذه البلدة وتطلق على اسمهم، وهي بالقرب من مدينة بعلبك من جهة الشمال. أما الغارة الثانية وهي التي كانت أيضا أعنف فهي كانت في الخضر، هذه البلدة التي تقع على كتف بلدة النبيشيت من جهة الشمال. وأدت الغارة في الخضر إلى سقوط عائلة بأكملها، هم من عائلة حمزة، وأيضا سقوط ما يقارب فوق 10 من الجرحى. وعليه كان بعض الظهر في البقاع صاخبا من جهة الغارات التي هي 6، وتنقلت كما أشرت معك بعد ذلك إلى بلدة بودي، وننتظر مع ساعات الليل كيف ستكون مسار هذه الغارات إذا قارنا هذه الليلة بليلة الأمس، لأنه مثل هذا التوقيت كان هنالك بالأمس عدد من العشرات من الغارات
التي أخذت بعدا على المستوى الحزام الناري، بمعنى تبسيطي إلى أن الطيران كان يقصف منطقة برمتها من 3 إلى 4 بلدات، ثم ينتقل إلى محور ثاني أو ثالث أو رابع، وهو تنقل من النبيشيت إلى بلدة بريتال على الطريق العام بالقرب من بعلبك، ثم بعد ذلك باتجاه حربة وحلتة ونحل، بالإضافة إلى شعث ويونين. نعم. بالاختصار كانت الحصيلة النهائية لعدد الضحايا وتحديدا في منطقة البقاع هي 14 ضحية توزعوا على 3 بلدات، هي حوش الرافئة وأيضا الحلانية والخضر، أما عدد الجرحى فقارب 20 جريحا. طيب، لانا إخلاء جنود أصيبوا جنوب لبنان، وكذلك المشهد في الداخل الإسرائيلي والقرارات الجديدة فيما يخص جبهة لبنان. أهلا بك. نعم، حقيقة قبل 20 دقيقة من الآن سفارات الإنذار عادت ودوت بعد تقريبا نصف ساعة لم يكن فيها إطلاق للرشاقات الصاروخية، بالتالي كان هناك هدوء حذر لتقريبا نصف ساعة، ولكن قبل 20 دقيقة من الآن كانت سفارات الإنذار تدوي في مستوطنة مارجليوت في الجليل الأعلى، ومنذ ساعات الصباح أكثر من 150 صاروخ أطلقوا من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات ب مناطق مختلفة، سواء في الجليل الأعلى أو حتى الأسفل أو الجليل الغربي، رشقات صاروخية على أماكن متفرقة وكبيرة. جزء من هذه الصواريخ بالفعل استطاعت أن تخترق الأجواء الإسرائيلية ويعني تصل إلى أهدافها وتسقط على بعض من المستوطنات وحتى بالقرب من المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي. الجيش تحدث عن سقوط في مستوطنة كارميئيل بشكل مباشر على مبنى، أدى بنهاية المطاف إلى أضرار في 12 شقة في هذا المبنى، ولكن الإسرائيليين توجهوا إلى الملجأ بهذا المبنى وبالتالي لم يكن هناك إصابات، ولكن في مواقع أخرى كان هناك 4 إصابات لإسرائيليين، تم نقلهم طبعا إلى المستشفيات القريبة من المنطقة. أيضا الجيش الإسرائيلي في بيان قبل قليل، قبل ساعة تقريبا، كان قد خرج في بيان وتحدث عن مقتل 4 من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات في الجنوب اللبناني بالأمس، اليوم فقط تم الإعلان عنهم. أيضا 15 من الجنود الإسرائيليين أيضا هم في حالة خطرة، 7 منهم في حالة خطرة، والإصابات الأخرى هي بين متوسطة وطفيفة، وبالتالي الجيش بالرغم من تكتمه عن الإصابات والأضرار إنما خرج في بيان يتحدث عن مقتل 4 جنود بالأمس بهذه الاشتباكات، وأيضا اليوم شوهد نقل جنود على ما يبدو إسرائيليين لأن مروحيات عسكرية كانت تحلق بالقرب من مستشفى رمبم في حيفا. بطبيعة الحال هذه المروحيات العسكرية تقوم بنقل عدد من الجنود الإسرائيليين المصابين من المناطق في جنوب لبنان، هذا يدل بأن اليوم أيضا كان هناك إصابات، ولكن لم يخرج أي بيانات من الجيش الإسرائيلي للحديث عن الأعداد الحقيقية. شكرا جزيلا لكما لنا كل غازي مراسلة الحدث كنت معي من القدس، وأشكر زميلي محمود شكر مراسل الحدث من البقاع. كشفت مصادر الحدث عن عدم طلب المبعوث الأمريكي أموس هاكشتاين أي تعديلات بخصوص القرار الدولي رقم 1701، وبحسب مصادر الحدث فإن هاكشتاين وبري اتفقا على كل الترتيبات لوقف إطلاق النار استنادا إلى القرار الدولي بكل تفاصيله، مشيرة إلى أن هاكشتاين وعد بري باستطلاع الموقف الإسرائيلي والإجابة خلال أيام، وهو ما لم يحصل حتى الآن.